معركة نهاوند. عندما فرغ المسلمون من معركة القادسية وكان الانتصار العظيم المزلزل للمسلمين وحرر الأبطال العراق كلها من الفرس، قرر إمبراطور الفرس جمع قوة كبيرة لملاقاة الجيوش الإسلامية. وكنا قد أشرنا في حلقات سابقة إلى أن المعارك الإسلامية في الجزيرة العربية تختلف عن تلك المعارك الضارية التي خاضها المسلمون مع إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم. فهناك في الجزيرة العربية معركة أو غزوة ضد قبيلة أو تجمع قبائل، وينتهي الموضوع بانتهاء المعركة. أما مع فارس والروم كانت حروبا تنضوي تحتها مجموعة معارك، والسبب أنك تتعامل مع دول عظمى، وما أن تنتهي من جيش إلا ويطل عليك جيشا آخر. في نهاوند جمع الفرس جمعا عظيما للمسلمين، وعندما وصلت الأخبار للبطل سعد بن أبي وقاص كتب للخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قائلا: بلغ عدد الفرس 150,000 مقاتل، فإن جاءونا قبل أن نبادرهم ازدادوا جرأة وقوة، وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك. جمع عمر بن الخطاب المسلمين في المدينة وخطب فيهم وشرح لهم خطورة الوضع واستشارهم، وأشاروا عليه أن يقيم هو بالمدينة وأن يكتب إلى أهل الكوفة فليخرج ثلثيهم لمساعدة الجيش الإسلامي وأهل البصرة بمن عندهم. ثم قال ابن الخطاب: أشيروا علي برجل يكون أول ذلك الثغر غدا. فقالوا: أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة. فقال: أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيها غدا. فقيل: يا أمير المؤمنين من؟ فقال: النعمان بن مقرن المزني. فقالوا: هو لها. دخل عمر المسجد ورأى النعمان يصلي، فلما قضى صلاته بادره عمر: لقد انتدبتك لعمل. فقال: إن يكن جباية للضرائب فلا، وإن يكن جهادا في سبيل الله فنعم. وصل النعمان على رأس جيش إلى نهاوند، وكان الفرس قد حفروا خنادق حول المدينة، وكانت مشكلة المسلمين في كيفية إجبار الفرس للخروج لملاقاتهم في ساحة المعركة وليس مناجزتهم وهم محصنين. فأمر النعمان البطل القعقاع ابن عمرو التميمي أن يرأس كتائب الخيل ويغير على الخنادق والحصون في نهاوند ويزعجهم كثيرا إلى أن يجبرهم على الخروج، وقال له: إذا خرج عليك الفرس أوهمهم أنك مغلوب حتى يلحق بك الجيش. وكان قد أعد مكانا سيكون هو ميدان المعركة. نفذ القعقاع الخطة، وكان يوم الأربعاء والخميس مناوشات حادة بين الجيشين، لكن ذكاء القعقاع في تنفيذ الخطة أوهم الفرس في اليوم الثالث وهو يوم الجمعة أن المسلمين انهزموا، فاستطاع إخراجهم من جحورهم إلى ميدان القتال. كان أمير الجيش الإسلامي قد وزع ترتيب الجيش الإسلامي على النحو التالي: جعل في مقدمة الجيش نعيم بن مقرن، وعلى الجنبين حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن، وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وأما الفرس فقد نظموا قواتهم تحت إمرة البيرزان، وعلى الجنبين الزردق وبهمن جاذوي الذي ترك مكانه لذي الحاجب. بدأ الطرفان الاستعداد للحرب، وكبر النعمان التكبيرة الأولى ثم الثانية، ثم قال: اللهم أعز دينك وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك.
اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عزة الإسلام. وقال: أمنوا رحمكم الله. وكبر النعمان التكبيرة الثالثة وبدأ القتال. التحم الجيشان في رحى معركة ضارية لم يشهد الفرس ولا المسلمين مثل ضراوتها، وكان عدد المجاهدين المسلمين 30,000 مقاتل. واحتدمت رحى المعركة الفاصلة، وجاء سهم من أحد الفرس واستقر في جنب قائد الجيش الإسلامي النعمان بن مقرن، وانزلق بالقائد فرسه من كثرة الدماء على أرض المعركة، فرآه أخوه نعيم فغطاه بثوب وأخذ الراية قبل أن تقع، وناولها لحذيفة بن اليمان فأخذها وقال المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حتى ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن الناس. عندما اقترب النهار من نهايته وأعلنت الشمس قرب مغيبها، انهزم الفرس وهربوا دون قصد ووقعوا في واد، فكان أحدهم يقع فيقع معه 6 فرسان، فمات في هذه المعركة 100,000 أو يزيد، وقتل في الوادي 80,000، وقتل ذو الحجاب، وهرب الفيرزان، ولحقه القعقاع ونعيم بن مقرن فأدركه القعقاع فقتله. جاء الجنود إلى أميرهم بماء فغسل عن وجهه التراب، وقال النعمان: ما فعل الناس؟ قالوا: فتح الله عليهم. قال: الحمد لله، اكتب بذلك إلى عمر. وقبل أن يشرب الماء فاضت روحه إلى خالقها شهيدا في أرض المعركة. هذه المعركة الفاصلة أعلنت نهاية دولة فارس إلى الأبد، وكان الأبطال مجاهدين أعلاما وبيارق كتبوا تاريخا كله عظمة وإباء وشرف وعزة وكرامة. نهاوند، هذه المعركة الخالدة كانت يوما من أيام الله الخالدة، وكانت نصرا عظيما مؤزرا.